اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا تلفزيون ان عبر برنامج شو في مع رانيا اللي عم بطلع عليكم خلال شهر رمضان المبارك. مثل ما صرتوا بتعرفوا بنخبركم شو عم بيصير من احداث مسلسلات تعليقات الناس على السوشيال ميديا، ورح نبلش برنامجنا من مسلسل الجماعه 2. مسلسل إذن الجماعة 2 من أقوى وأهم المسلسلات المعروضة بهذا الموسم من حيث دراما القصة وأحداث الفترة الزمنية اللي بتناولها، وأيضا الشخصيات السياسية من حسن الهضيبي بجسده عبد العزيز مخيون، وسيد قطب بجسده محمد فهيم، والملك فاروق يجسده محمد البياع، وصابرين تجسد شخصية زينب الغزالي. خلينا نتابع سوا هذا الفيديو. يا فضيلة المرشد، أنا لست بحاجة للإنفاق علي. أعلم ذلك، لذلك نحن نحرص أن تكوني معنا، وكما قلت لك ما تريدين، فالجماعة ستقوى بك وأنت ستكونين معها أكثر قوة. يلي بعد ما تابع هذا المسلسل، فالمسلسل بيحكي عن جماعة الإخوان المسلمين للتوجه الإسلامي بمصر، فبعد الجزء الأول يلي أذيع سنة 2010 ويلي نال موجة من الانتقادات والجدل حول تاريخ هذه الجماعة، بيجي الجزء الثاني ليكمل باقي القصة، بحيث بيحكي عن شخصيتي زينب الغزالي وحسن الهضيبي وعبد الرحمن السندي، واللي كانت بالجزء الأول كذلك من تأليف وحيد حامد يلي استغرق سنوات عديدة لأن هي تأليف هذا الجزء وتوثيق أحداثه، أما الإخراج فهو من شريف البنداري. كمان منتابع مشاهد من هذا المسلسل. قال الكاتب وحيد حامد مؤلف مسلسل الجماعة 2 أنه ما كتب أي شيء بالعمل من دون وجود وثائق ومعلومات مؤكدة، مشيرا إلى أنه استند للعديد من المعلومات من مذكرات مختلفة، واستند أيضا على كتاب سقوط نظام للكاتب محمد حسنين هيكل، ولم يقدم أي معلومة من المسلسل إلا وكانت موقفة أو موفقة ومستند عليها بأدلة. خلينا نتابع المشاهد التالية. سليم باشا، تحت امر جلالتك يا مولاي. كنت عاوزك في موضوع. بمجرد ما الديوان الملكي بلغني ان جلالتك عايزني ابقى موجود، عرفت ان جلالتك عاوزني. موضوع الاخوان، الباكوري مش عايزها. ده حقيقه يا مولاي، وده شيء مش بطال. الباكوري اضعف ان يقود الاخوان ويستطيع السيطره عليهم، هو نفسه عارف كده كويس يا مولاي. ومننتقل هلأ لمسلسل قصر العشاق، يعد واحد من الدراما الاجتماعية اللي بيمتزج بطابع الإثارة والتشويق مع مزيد من المشاهد الرومانسية، وقد أطلق على هذا المسلسل لقب للكبار فقط، وذلك لأنه بضم نخبة من الممثلين العظماء على غرار مسلسل ليالي الحلمية يلي شارك ببطولته الفنان الراحل ممدوح عبد العليم والنجم إلهام شاهين وحقق نجاح غير مسبوق. بشارك الفنان القدير فاروق الفيشاوي نخبة متميزة من أروع النجوم، من بينهم النجم عزة العليلي وخالد زكي، ومن الشخصيات النسائية الفنانة سهير رمزي وبوسي وسوزان نجم الدين، وهيدا العمل من إنتاج شركة MGR يلي بيمتلكها ممدوح شاهين، ومن إخراج أحمد صقر. كمان منشوف مقاطع من هيدا الفيديو. مش معك لحد دلوقتي فيها بطة؟ ما هو أنا لازم أعرف مالي. أنت مالكش حاجة عندي غير حاجة واحدة بس، تاخد فلوسك على الجزمة. خيرك يا بنت اختي، دي اخره ربايتي ليك وعلامي. العز اللي انت فيه ده من تحت راسك. العز ده انا اللي عملته بمجهودي، انا اللي رقصت واشتهرت واشتريت الكباريه ده اللي انت بتشتغل بيه. البت دي بتخرف ولا ايه؟ اه خرف يا مدام، ومحدش طلب مني حاجه لا مسعد ولا غيره. امال في ايه؟ اصل انا بصراحه عرفت ان مسعد قوره كان بيسرح البنات من وراكي، ولما حضرتك عرفتي بهدلتيه.
لنخبركم شوي عن هذا المسلسل هيك باختصار. المسلسل بإطار سياسي حول مجموعة من القضايا والأحداث الإنسانية والدرامية مع بعض الجرائم يلي وقعت بالعقود الأخيرة، وبجسد الفنان فاروق الفيشاوي شخصية سجين سياسي وقع بعديد من الظروف بسبب اعتقاله، بيأدي دوره الفنان عزة العليلي ويلي بدوره بيكون مسؤول عن إدارة شخص موجود بالسجون المصرية. أما الفنان كمال أبو ربا بيقوم بدور رأس مالي من طبقة عالية، أما الفنانة بوسي بتقوم بدور شخصية ممثلة معتزلة بتعاني من حالة نفسية بتأثر عليها سلبيا، وذلك لأنها لم تعد تمتلك الشهرة اللي تعودت عليها من قبل، مما بيسبب لها بحالة إحباط، وهذا العمل بيوجه رسالة وهي كيف نقدر نتغلب على المشاكل يلي منواجهها مهما بلغت صعوبتها من دون ما نستسلم. هالمسلسل من إخراج أحمد سقر، كمان منتابع مشاهد من هيدا المسلسل. كنت واخدة دور برد رهيب، عندي صداع وسخونة وجسمي مكسر، بس ولا حاجة من ده كله بانت عليا في المشهد. بوس ايدك، ابوس ايدك، انا مش حامل شوقية ومسعد قورة، ده لو عارف ممكن يرمي في وشي مية نار. نار ايه يا نوسة؟ النار في قلبي انا اللي ضحك عليا العمر كله. المفروض بطة دي تحميكي من الدنيا كلها، مش بس شوقية ومسعد. فين الورق؟ إذن هو لبعض المسلسلات اللي عم تنعرض خلال شهر رمضان المبارك. أكيد في المزيد والكثير من الأخبار، رح نروح من بعد لنسرين طافش وغيرها من المواضيع. رح نروح لبريك كتير قصير ونرجع لكم، ما تروحوا لبعيد. إذا رجعنا مشاهدينا، ولكن قبل ما فوت هيك بالأخبار بدي واجه تحية كتير كبيرة لفريق العمل وأيضا للمخرجة اللي معنا اليوم بالاستديو اللي عم تشتغل بالبرنامج معنا، وأكيد تحية كتير كبيرة للكاميرامان عبد الرحمن اللي عطول بيصورني قبل الهوى وبعد الهوى وكل الوقت. نرجع لمواضيعنا. للممثلة السورية نسرين طافش الأضواء خطفت الأضواء بالحلقات الأولى من مسلسل شوق من تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي خلال عرضه الثاني بشهر رمضان الحالي، وبتجسد طافش شخصية شوق وبيحمل العمل الدرامي اسمها بدور الفتاة يلي بترمز للشوق، لكل النعم يلي بتتمتع فيها أو بيتمتع فيها الإنسان قبل ما يفقدها يوم من الأيام قهرا. وبرزت طافش بأداء رائع من المشاهد أو منذ المشاهد الأولى مع حبيبة مجد جوان، حيث بيتمسك حوارة بالأمل وسط الأزمة السائدة بوطنها سوريا، فبيبادر إلى التساؤل حول سلوكها على الرغم من التعب الكبير، فبتجيب بأنه الشام الفتاة الجميلة يلي أتعبتها الظروف فلم يعد جمالها الموجود أصلا وفعلا ظاهرا. بهذا المشهد التمثيلي الصعب استطاعت طافش الإبداع بين الحوار والفعل لتظهر النقيض بين الأمل والتعب والجمال والحرب. خلينا نتابع مشاهد لنسرين طافش بهيدا المسلسل اللي هو بعنوان مسلسل شوق. حقول إنسان فئات مدرستي، شوارع البلد، ملامح ماما، تفاصيل وش لبابا، حقي بأتلاشى وأنا عايشة. أنا عن روز ما رح أتخلى، ما رح أدر لظهري قدام بارقة أمل وصلتني كرمال المصاري. كمان هيك لمحة صغيرة عن هذا المسلسل، بتدور أحداث المسلسل حول الحب أثناء الحرب من خلال قصة حب بإطار درامي بتنشأ بين اثنين على خلفية الحرب السورية يلي وقعت، كما بيتعرض المسلسل لوضع النساء بالحروب، خاصة إذا ما أصبحوا يذكر مشاهدينا أنه زياد برجي هو من غنى تيتر مسلسل شوق. منتابع كمان مقطع من هذا الفيديو. تذكرني بشي كرهت الذكريات وكرهت كل شي صور وطرقات ما بيدي شي كل شي حلو ما وهلأ مننتقل لمسلسل هربانة من المسلسلات اللي حصلت على أكثر
أكثر نسبة مشاهدة على اليوتيوب. بتدور أحداثه بإطار اجتماعي كوميدي من خلال حلقات منفصلة متصلة من بطولة ياسمين عبد العزيز والفنان مصطفى خاطر. كمان منتابع أحد مشاهد ياسمين عبد العزيز. مشهد ولا احلى من هيك. كمان عم نشهد تألق الفنانة الكويتية سعاد عبد الله بهيدا الشهر من خلال مسلسلها الدرامي كان يا ما كان، يلي وصفته سابقا باحد لقاءاتها مع العربية نت بانه تجربة درامية جديدة بكافة المواصفات، حيث بيعتمد العمل على مجموعة من الحلقات والحكايات بضم العمل اكبر حشد من نجوم الدراما الخليجية، منهم شجون الهاجر اللي شفناها بكذا يعني كذا تمثيل، وفاطمة الصفي وفيصل العميري. كمان نتابع مقاطع من هيدا الفيديو. ماما سبعت يا شكل الهابي. مستر Are you okay? Thank you. Welcome. Thank you, Mr. Welcome, welcome. ما طلع الهابي. احنا اللي طلعنا الهابي. إرهاب هو إنك تزرع قنبلة، لا لا، إرهاب إنك تزرع فكرة غلط. ومننتقل هلا لمسلسل يلي لابد من انه كل رمضان يجي انه نشوفه، وهو مسلسل باب الحاره. يعني قولت بعض الناس انه لازم يبطل في رمضان حتى نبطل نشوفه. مسلسل باب الحاره لا يزال يحظى بالمراتب الاولى بعدد كبير من بلدان العالم العربي، الا انه الانتقادات بتلاحق العمل بشكل كتير كبير خلال عرضه بشهر رمضان المبارك. ربما لعبت شهره العمل وانتشاره دورا اضافيا بالتركيز على ادق التفاصيل. ومن الانتقادات الموجهه للمسلسل هو ظهور عدد كبير من الممثلات بالعمل بابتسامة ناصعة البياض نتيجة الخضوع لعملية تجميل الأسنان أو ما تسمى بالهوليوود سمايل، حيث من المعروف أنه الزمن يلي تصور فيه هيدا العمل ما كان فيها الأد اهتمام بالتفاصيل التجميلية، وحتى لو كان في نساء حسنوات أو جميلات بهذا الوقت إنما كان جمالهم الطبيعي وأدائهم المميز بالتمثيل. وبكل تأكيد هيدا الأمر ما بيتعلق بس بمسلسل باب الحارة بل بكل مسلسلات البيئة الشامية. طبعا هيدا مش تعليق إمام تعليق النقاد. سنوات عدة انتظر الفنان ياسر جلال لكي يلعب دور الرجل الأول حتى يحقق له مطالبه من خلال مسلسل ظل الرئيس، يلي بيلعب بطولته دور أحد ضباط الحراس الخاصة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قبل ثورة 25 يناير، ويدعى يحيى نور الدين يلي ترك وظيفته وبيمر بمشاكل عدة بتقلب حياته رأسا على عقب، خاصة بعد تنحي الرئيس عن الحكم. وبيقدم جلال الأكشن للمرة الأولى بشكل كامل، حيث بيشهد العمل العديد من المطاردات والمشاجرات، وبالتالي يجسد أول بطولة مطلقة له بعد تواجده على الساحة الفنية لأعوام طويلة بأدوار ثانوية. بتدور الأحداث بإطار تشويقي وأكشن، حيث بيتطرق العمل إلى كواليس الحياة السياسية وطريقة حياة الرئيس ومساعديه. منتابع كمان هيدي المشاهد الدرامية القوية من مسلسل ظل رئيس. أنا عاوز أعرف فين مراتي وابني. اوعى يا استاذ. ايه ده وانا هدخل الطب؟ هم ودوهم فين يا نهى؟ معرفش انتوا فين يا دكتور؟ ما كانش بايدينا حاجه اكتر من كده نقدر نعملها. يعني ايه؟ شد حيلك. بيركز هذا المسلسل على ظل الرئيس بمعنى حارسه الشخصي اللي بيرافقه بجميع تحركاته وتنقلاته، وبيسعى للحفاظ على سلامته. وبيشارك بالبطولة محمود عبد المغني، علا غانم، سيناريو وحوار محمد اسماعيل امين، واخراج احمد سمير فرج. المسلسل كان بعنوان لعبة الصمت وتقرر تغييره الى ظل الرئيس. منتابع ايضا مقاطع من هذا الفيديو. كان بالليل وطبيب عليا هو وزمايله البهوات بالعربيات ودخل يا باشا. لا مؤاخذة يا يحيى بيه، شهاب بيه اخو حضرتك مجنون وطايش.
وانا راجل صاحب عيال. إذن مشاهدينا أكيد بعد في الكثير من الأخبار، حنروح أكيد لفاصل كثير قصير، ما تروحوا لبعيد. إذن رجعنا مشاهدينا ببرنامج أكيد بعد، يعني هو البرنامج اللي عم يطلع عليكم خلال شهر رمضان المبارك، وهلا رح نحكي شوي هيك انتقادات عم بتصير على السوشيال ميديا هيك عم تغضب شوي المشاهد. عرض مفاتن واختصاب نجمات واجهنا انتقادات لازعة لاحتواء أعمالهم على بعض الألفاظ الخادشة للحياء والمشاهد المثيرة للجدل، سواء كانت مشاهد إغراء أو اختصاب، ومن بين هؤلاء الفنانة منى شلبي بمسلسل واحة الغروب، واللي أثارت الجدال والانتقادات بشكل مبكر لأنه الرواية الأصلية بتحتوي على إحدى الشخصيات اللي بتظهر وكأنها مثلية جنسياً. منتابع مشهد للفنانة أيضاً منى شلبي مع الفنان خالد نبوي بمسلسل واحة الغروب. بتحب تخش أوضة جوه ولا تشرب حاجة الأول؟ شكلك عايز تشرب حاجة. من أول ما عرفتك كنت عندك مشاكل في الشغل، بس ما كناش كده. كده ازاي؟ ساكتين بعاد، في حاجه بينا مش مظبوطه. ما قلت مفيش، مش كل شويه تقولي مالك مالك واقول لك مفيش مفيش. ما خلصنا بقى. بس لتصحيح الاسم، الممثله منى شلبي. ايضا الفنانه دينا بمسلسل الحربيه اللي بتشارك بالبطوله تعرضت ايضا لانتقادات وهجوم شرس بسبب ظهورها ببعض المشاهد وهي عم تستعرض مفاتنها، واللي اعتبره غير لائق، وان كان البعض قد اكد انه دينا ليست المسؤوله الوحيده وانما المخرجه مريم احمديه اللي عم بتشاركها المسؤوليه لان هي اللي اختارت تصوير دينا بهالطريقه. كمان بنتابع مشاهد من هذا للفنانه دينا بمسلسل الحربيه. إذن هولي بعض الانتقادات، أكيد في كتير اللي عم منشوفها وعم نسمعها كل شهر رمضان المبارك، من انتقادات من مشاهد عم بتكون مسيئة إن كانت الأطفال. طبعا الفترة اللي عم يفطروا فيها الناس كمان بيكون في أطفال عم يحضروا، فللأسف المشاهد عم بتكون جريئة وما في كتير رقابة عم بتكون. لهون وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج شوفي مع رانيا. أكيد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتلفزيون الآن. أكيد برجع بلاقيكم بكرة بنفس التوقيت مع أخبار فنية جديدة. لهون ودعكم، باي باي.